السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرجان الرسول الأعظم في الدورة 11. الحمد لله رب العالمين الذي أوصلنا إلى هذا العام في الدورة 11، ومن سنة إلى سنة يتطور المهرجان. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهودكم وجهود القائمين على المهرجان وجهود دعمكم أنتم الذي تحضروا إلى المهرجان. إن شاء الله في هذا الدورة سيكون هناك طبعا من المتسابقين في مجالات مختلفة من الإنشاد والقرآن وأيضا الشعر، وهناك عروض مسرحية وكليبات إنشادية، كل هذا ترحيبا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذي نحتفل به كل عام في بلادنا اليمن. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يتطور كل عام، وكما شاهدنا تطوره منذ العام الأول إلى هذا العام. طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نحن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العالم الإسلامي كافة، ويوصلنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نحتفل في العالم كامل بإذن الله. تحية لكل القائمين على هذا المهرجان والمنظمين، وعلى رأس مؤسسة الإمام الهادي الذي للأمانة لا تألو جهدا إلا وبذلته في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في راحة المتسابقين الذين يشاركون في هذا المهرجان. أيضا شكر وتقدير لكل المشاركين من المتسابقين، وأيضا الذي شاركوا أقول لهم الكل فائز لأننا كنتم في حضرة رسول الله، الكل فائز لأن احنا شاركنا في مهرجان في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنات المولد هذه الجوهرة التي توج بها تاج الإنجازات الإعلامية لمؤسسة الإمام الهادي. تحية للقناة المولد، وإن شاء الله تكون هذه القناة رافدا من روافد المسيرة القرآنية بإذن الله، التي نعتبرها الهدى والطريق الذي نمشي عليه. تحياتي لقناة المولد، وإن شاء الله نعدكم بإذن الله أن تلقوا كل جديد فيها. أخوكم الممثل سلطان الجعدلي. أنت قائدنا، أنت أسوتنا يا رسول الله، يا حبيب الله.